مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا وبرنامج واجه الصحافة. كما تعودنا كل أسبوع نطرح موضوعا جديدا للنقاش ونقيم مائدة حوارية حول هذا الموضوع. موضوع هذا الأسبوع سيكون الحديث فيه حول أهمية تطوير وتحسين الأداء الإداري والحكومي للدولة المصرية، وأيضا حديث ينصرف إلى جائزة التميز الحكومي. في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد العنصر الفعال والرئيس في كل خطط التنمية، يأتي اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحسين العمل الحكومي للدولة المصرية إيمانا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. تأتي عدة برامج بالتعاون مع جامعات دولية بهدف تنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبحث سبل الاستفادة من خريجي تلك البرامج في دعم مسيرة التنمية على المستوى الوطني. للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ومعكم من داخل الاستوديو دكتور جيهان متولي، مدير برامج إدارة الأعمال الحكومية بإحدى الجامعات الدولية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. ايضا معنا ومعكم الدكتور محمد عطا الشربيني، احد خريجي البرنامج الحكومي بوزاره السياحه وايضا مدير عام المكاتب الخارجيه بهيئه تنشيط السياحه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اذا مشاهدينا في كل مكان، وكما تعودنا بعد هذا الفصل نبدا مباشره في هذا الحوار. أهلا بكم من جديد دكتور جيهان. اسمحي لي أبدأ مع حضرتك وفكرة التعاون ما بين الدولة وبين الجامعات الدولية في هذا الإطار، وهو تطوير وتنمية الأداء. لو حبيت تكلمين عن هذه الفكرة. هو من واقع المسؤولية الاجتماعية تجاه الدولة وبناء برضو على توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة، فجامعتنا ادت منحة للدولة بحوالي 1500 موظف من جميع الوزارات وديوان عام المحافظات، بحيث ان في الاخر المنحة دي تقريبا تكلفتها في حدود 140 مليون جنيه، وإيمانا من الجامعة بضرورة وأهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية مهارات القيادات الشابة. من حتى يعني المنحة بتشترط ان السن يكون من سن 25 سنة لغاية 45 سنة، اللي هم بنسميه الصف الثاني. فقبل ما يترقوا ويبقوا مديرين مهم قوي ان احنا نصقلهم بكافة المهارات والمعرفة والتطور اللي بيحصل في العالم كله، لأن الموظف أوريدي بيبقى عنده جزء كبير من الخبرة العملية من خلال طبعا ممارسته لوظيفته، ولكن بينقصه بقى إدارة الأعمال والتطور اللي بيحصل في العالم كله وتنمية مهاراته وقدراته. والهدف من المنحة أصلا تحويل فكر القطاع العام والحكومي لقطاع الأعمال والقطاع الخاص. يعني احنا بنشوف الوزارة وبنشوف شركة مالتي ناشونال، أوكي، بنلاقي في فرق كبير قوي في الأداء في الموظفين ما بين القطاع الحكومي وما بين قطاع الخاص أو قطاع الأعمال. ليه؟ هنا بيبقى فيه تطوير باستمرار، سواء في اللغة، سواء في الكمبيوتر، سواء في التيم وورك، سواء في المهارات بكافة أنواعها. يعني أمور متعددة هي اللي بتنعكس وبتطور، ولكن من ضمن المهارات دي كمان فكرة أن الجهاز الخاص ممكن يكون بيقدم حوافز أكتر للموظف، فده بيساعد الموظف أنه هو ينمي من قدراته. هنفتح مجال أكتر للحوار في الجزئية دي، ولكن اسمحي لي أنتقل للدكتور محمد. دكتور محمد، حضرتك أحد خريجي البرنامج، صح كده؟ طيب ممكن تقول لي البرنامج كان بالنسبة لك ليه اشتركت فيه؟ إيه الهدف أنك تشترك في برنامج كده؟
طيب خليني حضرتك اتفق مع دكتوره جيهان في موضوع ان اغلبنا كموظفين حكومه وفي وقت من الاوقات لما بنوصل لدرجه الاداره الوسطى مش الاداره العليا بيكون عندنا فنيات وتقنيات العمل الاداري بشكل نوعا ما كويس جدا، ولكن ينقصنا مفاهيميه كبيره عن الاوفر اول فيجن بتاع سواء الاقتصاد او توجهات الدوله او ازاي ده بينعكس على الجهاز الاداري للدوله وازاي الجهاز الاداري يكون جزء من المنظومه. طيب ده الى جانب طبعا يعني انا يمكن محظوظ شويه ان انا كمان اكاديميا كنت معايا درجه الدكتوراه، الا اني كنت شايف ان لا في كتير جدا بعيد جدا، انا بعيد خالص عن مجال التوجهات بتاع الدوله وفيجن 2030 وازاي ان انا اقدر اوصل بالشكل ده. لاحظت على المستوى الشخصي ان الزملاء اللي التحقوا بالبرنامج في جامعه اسلاسكا وان ادائهم اتطور، مستوى الفكر بقى مختلف تماما، مفاهيميتهم او نظرتهم للي بنعمله احنا في القطاع الاداري بقى مختلف شويتين، بقوا اسرع في اداء، بقوا افضل اداء، بقى في كفاءه. ده شجعني ان مع اول اعلان بيتم من خلال وزاره التخطيط عن الدفعه رقم 12 ودي اللي كان ليا حظ ان انا التحق بيها اني اكون احد المتقدمين للبرنامج. البرنامج بيمر بمجموعه من المراحل، اولها ان طبعا بيبقى عدد كبير جدا من المتقدمين بيتعدى الالاف، بعد كده بيتم عمل فلتره ليهم من خلال اولا اختبارات اللغه الانجليزيه بيتم داخل الجامعه لتحديد مستوى اللغه باعتبار ان الدراسه بتتم باللغه الاجنبيه. الحاجه الثانيه في بعض المهارات الرياضيه لان جزء كبير جدا من البرنامج بيقوم على شغل الاقتصاد والمحاسبه الاقتصاديه والفاينانشال مانجمنت والكلام ده كله، فاساسي ان يكون عندك بيز تقدر تنطلق من خلاله. بعد عمليه الفلتره بيبقى العدد قل شويتين، بيتم بعد كده عمل انترفيو من خلال الساده الاساتذه في الجامعه وتحديدا اساتذه اداره الاعمال. تم انتقاء العناصر اللي فيهم امل او اللي ممكن البرنامج ياتي باقصى درجات الاستفاده منهم. بيتم البرنامج بيتم على ثلاث مراحل مختلفه. المرحله الاولى بيبقى كل المقبولين بيدخلوا المرحله الاولى وهي الدبلومه، بندرس فيها المواد المهمه جدا اللي مش هيكمل البرنامج او اللي مش هيبقى له حظ انه يكون من ال 40 الاوائل يقدر يطلع من البرنامج باستفاده كبيره جدا، وما اعتقدش انه هيطلع من البرنامج بعد ما بيشوف هو حصل له تقدم قد ايه، حصل له مستوى الفهم ومستوى فرق الموضوع فرق كتير جدا يا فندم خلال الاربع مواد الاولانيه بتفرق معاك على المستوى الشخصي ازاي بتدير منظومه حياتك، على المستوى المهني والمستوى التقني او الفني داخل المنظومه نفسها وداخل المنظمه، بتلاقيك من وقت للتاني بتبدا تدي افكار، بتبدا تدي انسايتس كده ازاي ان انت تحسن مستوى الاداء، ازاي انك تربط الامور ببعضها، فبيفرق كتير جدا. جزئيه مهمه وهتكلم مع حضرتك فيها فكره اللي هو الدكتور محمد ما قبل والدكتور محمد ما بعد، لكن يعني اسمحوا لي الاول هنقف مع فاصل وهنرجع نكمل. اذا مشاهدينا مع هذا الفاصل ومن بعده نعود لكي نستكمل هذا الحوار. في إطار العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تسعى الدولة المصرية إلى تطوير وتحسين الأداء الإداري والحكومي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي من أجل تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، بحيث تكون المؤسسات والهيئات الحكومية متميزة ومتفوقة في كافة جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. ومن الأهداف الرئيسية أيضا لجائزة مصر للتميز الحكومي تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتعزيز روح الابتكار والإبداع وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي. ومن خلال تلك الجائزة يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.
من جديد اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. دكتوره جيان اسمحي لي ارجع لك، كنا بنتكلم عن فكره المنحه اللي مقدماها احدى الجامعات الدوليه اللي حضرتك بتشرفي بالعمل فيها للجهاز الاداري في الدوله. انا حابب برضو ان المشاهد الكريم يفهم يعني ايه المنحه، بيعلن عنها فين، مين اللي بيقدم لهذه المنحه، هل هناك من شروط علشان اقدر استوفيها فبالتالي انال هذه، يعني ادينا نبذه كامله عن الموضوع. هي المنحة يعني ما بين الجامعة بتاعتنا وما بين وزارة التخطيط بالتعاون كده، وكان في قبل كده كمان مع وزارة التعاون الدولي، بس خلاص بقت لفترة كبيرة ما بين الجامعة وما بين وزارة التخطيط. فهو اللي بيحصل ان البداية وزارة التخطيط بتبعت جوابات لكل الجهات الحكومية، لكل الوزارات والهيئات وللهيئات الرقابة المالية والإدارية وللرئاسة، يعني لكل الجهات بتعلنهم عن المنحة، لكل الجهاز الإداري في الدولة بالضبط، أوكي، وللمحافظات كمان، وبتطلب ان كل جهة ترشح حوالي من 30 ل 50 موظف عندها، والأسماء بتروح لوزارة التخطيط وبيبقى فيها الداتا كاملة عن الموظف. وزارة التخطيط بتبعت لنا الأسماء، احنا بندخلها عندنا في الجامعة على السيستم وبنتصل بيهم، بنحدد لهم ميعاد في الأول لعمل يعني مش انترفيو، لأ، في الأول أول حاجة خالص امتحان لغة إنجليزية، تمام؟ وبيبقى فيه يعني نقدر نقول مستوى معين لازم يحققه المتقدم للمنحة علشان يقبل. فهديك مثال، مثلا احنا في احدى المرات اترشح لنا حوالي 4000 موظف، جالنا حوالي 4000 موظف تم عمل امتحان بالضبط، اول حاجة امتحان لغة انجليزية، وبعدين كنا برضو بنعمل امتحان سايكوماتريك او تقييم نفسي اورال. و كم واحد تجاوز المرحلة دي؟ مثلا ممكن نقول تجاوز حوالي 1500 واحد منهم. وانتم محتاجين؟ احنا بنكون مثلا محتاجين، احنا بناخدهم بقى نقسمهم على دفعات، كنا محتاجين ساعتها 450 موظف. اوكي، كنا هناخد اربع مجموعات ورا بعض. فبعد كده بنعمل لهم انترفيو وبيتصفوا بقى، وبناخد بنختار منهم احسن العناصر، سواء بقى بنجمع طبعا في سيستم. انترفيو عن ايه يا دكتور؟ مش يعني انترفيو بمعنى ايه؟ بساله في ايه طيب؟ شخصي يعني يعني هل هي حاجات لها علاقه بالمنحه ولا حاجات شخصيه بعيده عن المنحه؟ لا، بتبقى الاثنين. اوكي، هو جاي عايز يدرس ليه؟ ما هو المشكله برضو عندنا في الجهاز الاداري للدوله ان الموظفين معظمهم اتعود ان في دورات كتير بتتعمل، فبيبقى الدورات دي انا اصلا يقول كده لإما عايز يهرب من الشغل ويغير بقى المود بتاع الروتين بتاع الشغل وعايز يزوغ وكده، او عايز بس يحطها في السي في بتاعته ان انا صحيح. واخد دورات هنا ودورات هنا ودورات صحيح. هنا وكده. اما بيجي يعني يفاجأ ان لا دي لا هي دوره ولا هي دبلوم، دي ماجستير، انت هتيجي تدرس لمده سنتين كاملين، هتدرس 16 مادة كاملة. الدراسة بتبقى في مصر؟ الدراسة في مصر. أنا لما بيجيلي حضرتك مثلا ناس من محافظات، أنا بيجيلي من الوادي الجديد، بيجيلي من الأقصر، بيجيلي يعني زمايل محمد بيجي من أسوان، من الغردقة، من جنوب سيناء، من كل محافظات، من كل محافظات مصر، بيجي على حسابه، بيجي يركب، تمام، وبيحضر يعني محاضرتين في اليوم من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 4 مساء، عقبال ما بيركب ويرجع تاني بيته. في ناس بتوصل الساعة 3. كان بيجي لي بنات من الأقصر تقول لي احنا قافلين على أولادنا اوكي ويباتوا لان ما بتلحقش تركب تاني، فعلشان كده. ومنهم ناس يعني اتمكنوا وترقوا، بقت ماسكة دلوقتي مساعد محافظ جنوب سيناء. فالهدف ان احنا ان الشباب دي نسقلها بكل كافة المعرفة. وفي نقطة مهمة قوي احب اقولها، ان الدكاترة عندنا في الجامعة دكاترة مميزين جدا، ويمكن محمد انا ممكن كنت لسه محتاج اسأل حضرتك مين اللي بيحاضر في المنحة دي؟ اللي بيحاضر بقى دكاترة على اعلى اعلى مستوى، وبيجمعوا ما بين الخبرة العملية والخبرة الاكاديمية.
يعني هو مش دكتور متخرج مثلا، او معظمهم متخرجين من بره من امريكا ومن اوروبا وكده، ومعظمهم عنده البيزنس الخاص بتاعه، فهو بيقدر يفيد الطالب في انه يديله حاجه عمليه، الجزء العملي والجزء الاكاديمي في نفس الوقت. وده اللي انا هعرفه بقى من الدكتور محمد. جميل. اللي هو خريج. دكتور محمد يعني اسمح لي انا برضو عايز اروح معاك، احنا قلنا قبل الفاصل ان احنا هنتكلم عن قبل وبعد. وبعد قبل التحاق الدكتور محمد بالمنحة وما بعد، ايه اللي حصل وايه الاستفادة وايه الفرق؟ طيب خليني اقول لسعادتك ان الـ 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 الادبيات او الجزء الاكاديمي دايما هو بيتأخر شوية عن اللي بيحصل في المجال العملي، لان هو عبارة عن تأصيل للنظرية لما يحدث في المجال العملي. النهاردة اتيحت لي فرصة كبيرة جدا في الجامعة ان انا اكون عامل ماتشنج في نفس التوقيت. النهاردة زي ما الدكتورة جان لسه قايلة حالا دلوقتي ان كل الـ 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 الكوكبة اللي بتدرس اساتذة اولا هم سيرتيفايد من بره فاوريدي اب تو ديت. الحاجة التانية كلهم عندهم بيزنس او بيشتغلوا استشاريين للفيلد نفسه، سواء ان كان حد مثلا بيشتغل في التسويق وبيدرسنا تسويق فبتلاقيه استشاري تسويق لبعض المنظمات الدوليه وبعض الشركات الكبيره والكلام ده كله. فكل مشكله بتحصل في الفيلد نفسه انت على اوير بيها، بتعرفها في نفس اليوم، بتشوف التفكير بيتم ازاي. فاوريدي انا خلاص دلوقتي بعد ما كنت ورا 3 أو 4 سنين عن اللي بيحصل في الدنيا انا ماشي معاها دلوقتي يوم بيوم. خليني اكونها كده بكل بساطه عشان المشاهد يبقى فاهمني بالظبط اعمل ايه. فالنهارده لا اتنقلت نقله كبيره جدا، خطوه كبيره جدا في حياتي، من مجرد واحد تقني اداري في جهاز اداري للدوله عنده شويه مهارات خاصه، الى جانب مفاهيميه اكاديميه كويسه جدا ازاي ان انا افكر والكلام ده، ولكن كنت بعيد جدا عن اللي بيحصل في منظومه الاقتصاد العالمي وازاي بتتطور وبسرعه قد ايه والكلام ده كله. مهما كان عندي من مهارات على المستوى الشخصي ما بقدرش اوصل للكلام ده كله، لكن الجامعه فرقت معايا كتير جدا. المنحه وتكامل التكامل اللي بيحصل، اللي احنا بناخد النهارده اداره اعمال وبناخد ادفانسد منها، بناخد تسويق بناخد ادفانسد منها، بناخد فاينانس وادفانسد منها، بناخد اقتصاد وادفانسد منها، فبتطلع معاك يعني اتعملك انت دخلت في ميلتينج بوت، طلعت فاهم كل شيء، عندك رؤيه متكامله للي بيحصل. طيب دكتور محمد، حضرتك التحقت بالفعل وتجاوزت المراحل اللي تحدثت عنها الدكتوره جيهان، انا عايزك تحكي لي تجربتك ليا وللمشاهد، يعني المرحلة الأولى كانت عبارة عن إيه؟ المرحلة الثانية كانت عبارة عن إيه؟ إحساسك والاستفادة أيضا. عايزة بس يعني أذكر محمد حاجة يقولها. فضلي. تمام؟ فضلي. إن من ضمن كان هدف البرنامج إن إحنا نعمل ترابط ما بين الوزارات وبعض، بحيث إن حضرتك أنا بتعمد وأنا بختار الكلاس الواحد، المجموعة بتبقى متقسمة على 4 كلاسز، تمام؟ فالكلاس الواحد بتعمد ان يبقى فيه وزارة السياحة مع وزارة الاسكان مع وزارة البترول مع الرقابة الإدارية مع رقابة مالية مع وزارة التموين مع وزارة التضامن. فده بينشأ اما حضرتك كل الطلبة دي او الموظفين دول يدرسوا سنتين مع بعض بتنشأ صداقة رهيبة ما بينهم، اوكي؟ فده بيسهل الشغل قوي بقى ما بين الجهاز الإداري عموما في الدولة، يعني بيخلق ألفة ما بين الموظفين، فبالتالي ده بينعكس على الوزارة نفسها. يعني محمد عن طريق لازم نقول حاجة بقى مهمة، معلش. احنا كنا فريق من الناس، من أول الناس اللي جم بعد الكورونا، فكان في توجه، وانا واحد من الناس اللي تزعموا التوجه ده، ان احنا نشتغل اونلاين. يعني نشتغل اونلاين، كل الناس بتشتغل اونلاين ايمانا مننا الاونلاين بقى اسهل كتير وامن شويتين ثلاثه. والاهم من ده كله ان احنا كلنا بعد الانتقال للعاصمه الاداريه بقى اصعب جدا ان احنا كلنا نعمل بالانس ما بين الشغل وما بين البيت وما بين الدراسه. فده كان توجه الدكتوره جيهان، كان ليها رؤيه مختلفه، وطبعا اتضح بعد كده ان احنا ما كناش شايفين حاجه، لكن هي كانت شايفه كويس. عندنا مشكله دلوقتي، عندنا مشكله بقى لنا اسبوعين في يعني في نواح وعياط على الجروبات، ازاي ان احنا نسيب بعض بقى ده كله. ده للدرجه دي بقى في الفه ما بين الطلبه فوق ما تتصور. احنا ممكن نفتح لساعتك دلوقتي. وعلى فكره يعني فعلا وجهه نظر الدكتوره جيهان ان ده بيخلق يعني ده بيسهل التعاملات ما بين الجهاز الاداري وبعضه. بص حضرتك، اذا كنا احنا النهارده في وقت من الاوقات كنا بنفهم اكتر دلوقتي ازاي نشتغل في اداره الاعمال، الا ان لازلنا بنتبع بعض الضوابط والقواعد. احنا بنخرج بره الضوابط والقواعد من خلال علاقاتنا الشخصيه ببعض، النهارده بقت اقرب شويتين، فبقى فهم اكتر ازاي ان احنا نعدي القواعد دي بسرعه. جميل. طيب انا هرجع لك برضو علشان انت مثال حي لكل اللي بيتفرج علينا وكل اللي حابب ان هو يعني يقدم لمثل هذه المنح المقدمه من الجامعه الدوليه اللي احنا بصدد الحديث عنها. طيب قول لي بقى فكره المرحله الاولى
انت تجاوزتها ازاي؟ المرحلة التانية تجاوزتها ازاي؟ الصعاب اللي كانت موجودة اللي ممكن تواجه اي حد عبارة عن ايه؟ طيب خليني ابدا يعني بدء احنا الدفعه الاولى اللي كان في قرار من الجامعه ان احنا ندرس فيزيكال داخل الجامعه، وده كان بالنسبه لنا احنا امر صعب جدا، وتحديدا بعد انتقالنا للعاصمه الاداريه اغلب الملتحقين بالبرنامج دلوقتي اصبح مكان عملهم بعد ما كانت اغلب الاماكن في القاهره قريب من اماكن اقامتهم، فكان ممكن يبقى نوعا ما قريبين من مكان الدراسه كمان. النهارده لا بقى يعني زاد علينا صعوبه شويه من وجهه نظرنا احنا، ان في صعوبه دلوقتي ازاي هنعمل بالانس ما بين وجودنا في العاصمه الاداريه وحياتك الشخصيه الى جانب الدراسه كمان. اكيد. ده طبعا كان شجعنا كلنا احنا عايزين نتعامل بعض معامله الزملاء اللي كان بيدرسوا ايام الكورونا، يعني حتى الدراسه ايام الكورونا ما توقفتش، وكان في استفاده كبيره جدا من التكنولوجيا في الوقت ده والدراسه اونلاين. كان في توجه من خلال عدد كبير من الدفعه وانا واحد منهم ان نكون نطالب الجامعه بان احنا ندرس اونلاين، الجامعه رفضت. كان ليهم رؤيه مختلفه في الوقت ده ما كناش متصورين ولا متخيلين ابدا حتى الكلام اللي بيتقال ان احنا هنوصل له في يوم من الايام. انا عايز اقول لسعادتك ان احنا في نهايه الكورس كان في مشكله حقيقيه ازاي ان الزملاء كلهم هيسيبوا بعض. ده ان اكد فبياكد على حاجه واحده بس، ان الدراسه طلعت بره موضوع الدراسه وبره موضوع المفاهيميه وبره موضوع التعليم الى موضوع اهم واكبر واشمل. روح جديده اتخلقت ما بين ممثلين عن الجهاز الاداري للدوله بمختلف توجهاتهم ومختلف الوزارات التابعين ليها، وده بيسهل اكتر عمليه التواصل، بيسهل اكتر عمليه التفاهم، بيسهل اكتر وبيسرع عمليه تعديل الضوابط وتعديل الاجراءات اللي ممكن تسهل تطبيق رؤيه مصر 2030 نحو جهاز اداري اكثر كفاءه. انا الجزئيه دي محتاج ان انا فعلا اقف عندها كتير جدا، وفعلا محتاج اتكلم عن تطوير الجهاز الاداري ومجهودات الدوله، لكن اسمحوا لي ان احنا هنتابع دلوقتي تقرير مصور عن جائزه التميز الحكومي العربي، وبعد التقرير ده هيكون معانا ضيف كريم الدكتور ناصر القحطاني وهو مدير عام المنظمه العربيه للتنميه الاداريه، لكن اسمحوا لنا نتابع التقرير، ومن بعد التقرير نستقبل مباشره هاتفيا الدكتور ناصر. بهدف إلقاء الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، عقدت فعاليات النسخة الثالثة لحفل جائزة التميز الحكومي العربية، حيث تم تكريم 23 فائزا من بين الفئات الرئيسية للجائزة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية في النسخة 2023-2024. مما لا شك فيه أن جائزة التميز الحكومي العربي خاصة في التوقيت الحالي تعد أحد حلقات التحفيز والتواصل والتفاعل الجاد والبناء لمضاعفة الجهد لتعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة. يثبت تاريخ الأمم أهمية العمل على تعزيز كفاءة الحكومات، وتعلمنا قصص الدول إن الفرق بين الحضارات التي نجحت وغيرها يكمن في كفاءة إدارة مواردها البشرية والمالية، وبمعنى آخر كفاءة حكوماتها. الكفاءة الحكومية ليست ترفا فكريا أو موجة عابرة، الكفاءة الحكومية هي الأساس الذي يبنى عليه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وهي الممكن الرئيسي لتنافسية الدول ورفعة الشعوب. فازت وزيرة التنمية المحلية المصرية بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظة على مستوى العالم العربي على الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط. الأولى الدعم سيادة الرئيس ودعم دولة رئيس الوزراء والحكومة. ما كناش طبعا المرأة المصرية لما سيادة الرئيس آمن بيها حطها في المراكز دي اشتغلت وبينت شغلها، فلولا الدعم ده ما كناش واقفين النهاردة. ودي برضو هي جايزة تعتبر يعني للمرأة العربية كلها، وأنا من هنا أنا بدي رسالة للمرأة العربية إنها مزيد من الجهد ومزيد من العمل عشان مزيد من الجوائز. كذلك فاز أيضا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف عن مشروع وحدة لم الشمل. التكريم ده بيمثل داعم كبير جدا لنا في مركز الأزهر العالمي للفتوى في مشيخة الأزهر الشريف، وكذلك داعم كبير للزملاء العاملين معنا في فريق العمل في هذا المكان المتميز،
وطبعا الحصول على هذه الجوائز والتكريمات والتقدير الدائم والمستمر للأعمال هو بمثابة حافز كبير وداعم كبير يعطي يعني قدرة على الاستمرارية في العمل والعطاء من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه الأعمال، خاصة فيما يتعلق بوحدة لم الشمل. تعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومباشرة ينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. دكتور ناصر أهلا بكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. أهلا بكم، ودائما حللت أهلا وبإذن الله تنزل دائما سهلا. ولو أردت أن تحدثنا مباشرة عن دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفكرة التنافسية ما بين الدول العربية وتأثير هذا الأمر على يعني الأداء الحكومي في الجهاز الإداري في كل الدول العربية، كيف ترى؟ أولا شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وثانيا طبعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية والمعنية في رسالتها بتعزيز التنمية الإدارية في الوطن العربي. وهذه المنظمة تمثل وزارات الخدمة المدنية في الدول العربية أو من يماثلها كالوظيفة العمومية كما تسمى في دول المغرب العربي. وبالتالي كل أنشطة المنظمة وبرامجها من تدريب ودراسات استشارية ومؤتمرات وفعاليات وإنتاج فكري وإدارة الجوائز كلها تصب في تعزيز مسيرة التنمية الإدارية الفاعلة. دكتور ناصر تفضل سيدي. ولذلك هذه الجائزة ضمن جوائز أخرى حقيقة كلها تؤكد على أهمية التميز في الإدارة، كلها تؤكد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد بشرية وغير بشرية، كلها تؤكد على أنه مهما توفرت الموارد إن لم تكن هناك إدارة كفؤة وفاعلة فإن النتائج لن تتحقق بالشكل المطلوب. وبالتالي هذه الجائزة هي انطلقت عام 2019 بمبادرة كريمة من وزراء الخدمة المدنية العربية في اجتماع المنظمة آنذاك، وحظيت أيضا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن في هذه المسيرة وصلنا إلى النسخة الثالثة هذه الجائزة في دورتها الثالثة، حرصا على يعني تعزيز شيء من المنافسة بين المؤسسات العربية، من التكريم والتقدير للجهود المتميزة، من الاستفادة من التجارب العربية المتميزة، تأكيدا على نفس المفهوم نحن في حاجة إلى جهاز حكومي فاعل يستطيع أن يقود مشاريع التنمية. دكتور ناصر أكيد هناك طموحات لا محدودة للمنظمة، كيف ترى هذه الطموحات وما هو المستقبل القريب وأبرز الفعاليات القريبة أيضا للمنظمة؟ الحقيقة المنظمة هي نشيطة جدا ولديها يعني عدد كبير من الأنشطة، يعني تتجاوز 800 نشاط ما بين مؤتمرات وفعاليات وبرامج. وإحنا الآن في الربع الأخير الأسبوع هذا إن شاء الله في أسوان لدينا مؤتمر كبير عن الإعلام والتواصل المؤسسي، ثم الأسبوع الذي يليه المؤتمر العربي 23 لإدارة المستشفيات، ثم الأسبوع الذي يليه المؤتمر السنوي العام حول جاهزية الحكومات لمستقبل أفضل سيكون في سلطنة عمان بإذن الله. إذن هذه يمكن آخر أنشطة لهذا العام، الأنشطة الكبيرة طبعا. نعم دكتور، خلال العام عفوا تفضل سيدي. تفضل سيدي لكم الكلمة دائما. لا خلال العام مشكور، خلال العام طبعا نفذنا عدد كبير من الفعاليات معظمها في العواصم العربية، وطبعا مقرنا الرئيس في القاهرة ولدينا مقر إقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لكننا ننفذ أنشطتنا وبرامجنا في كل العواصم العربية وأحيانا خارج الوطن العربي للاستفادة من التجارب الأخرى. ما أريد أن أقوله أننا نسهم مع بقية الجهات المعنية بالتنمية الإدارية من معاهد ومدارس الإدارة ووزارات الخدمة المدنية في التأكيد على أهمية التنمية الإدارية، وعلى أنه لا تنمية حقيقية، لا تنمية شاملة، لا تنمية مستدامة بدون تنمية إدارية فاعلة.
من خلال مورد البشري فاعل، من خلال قيادة واعية بهذا، من خلال توفير الموارد المطلوبة. ونأمل إن شاء الله أن نسهم مع بقية الجهات المعنية في أن نضيف شيء من الاهتمام بهذا الجانب. دكتور نصر، أخيرا، فكرة تطوير الجهاز الإداري للدول العربية عموما فكرة ليست بالهينة، فكرة كبيرة وعظيمة جدا جدا. ما تقوم به المنظمة، هل هناك من متابعة لما بعد هذه الفعاليات والجوائز والإنجازات؟ والله أنا أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. أولا هو تحدي يبدأ في اعتقادي بالقناعة لدى صناع القرار بأهمية هذا الجانب، وأنه ليتحقق يجب أن ننتقل من الحديث والمواعظ والكلام الجميل إلى أرض الواقع وتنفيذ خطط فعالة تتبنى آليات تطور من هذا الجهاز، وأن لا تتحول الحكومات إلى مؤسسات ضمان اجتماعي للتوظيف والبطالة المقنعة. نحن نقول أن دول القطاع الخاص مهم جدا وحاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لكن بدون جهاز حكومي قادر على إدارة هذا القطاع سيصعب تحقيق الهدف منه. وبالتالي نحن كمنظمة لا أبالغ في دورنا طبعا، ولكننا نحاول أن نوفر منصة يتم من خلالها كل الأنشطة والبرامج للفت الانتباه لهذا الجانب المهم. وأعتقد من ضمنها الجوائز، وأعتقد أننا نسهم، لأنه يعني كما تلاحظ بعض التجارب العربية المتميزة تثير يعني الرغبة في تقليدها أو الاستفادة منها، أو أن يكون لدينا فرصة لتطوير أجهزتنا الحكومية. وأنا أعتقد أن المستقبل واعد ويبشر بالخير، وإحنا شايفين ما شاء الله كثير من الدول العربية الآن فيها مشروعات تنموية إن شاء الله لمستقبل أفضل ولأجيالنا القادمة بإذن الله. صحيح. الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المساحة، ومزيد من النجاحات للمنظمة. شكرا لكم. برجع تاني للدكتورة جيهان، وبعد ما سمعنا حوارنا مع الدكتور ناصر، فكرة تطوير الأداء الإداري والحكومي فكرة فعلا مهمة جدا جدا، ومحتاجين ان احنا نطورها دلوقتي. لو حبيت اعرف من حضرتك ابرز المجهودات اللي قامت بيها الدولة في هذا الإطار. تعقيبا على دكتور كلام ناصر. الدكتور ناصر، احب اقول برضو ان جامعة إسليسكا بتفخر باننا اخذنا جايزة عالمية دولية بالبرنامج الحكومي ده. طبعا هو يعني بدون ذكر اسماء، هي احدى الجامعات الدولية. أوكي. بس لان يعني اما تبقى جايزة على مستوى العالم كله، على مستوى كل الجامعات في العالم تحصل الجامعة على الجايزة اللي هي التميز والجهاز الإداري للدولة، واللي هي الإضافة اللي عملتها الجامعة للدولة، فده شيء يعني أتشرف إن هو يذكر. وإحنا كنا في إنجلترا في يناير واستلمنا الجايزة دي. فدي حاجة. الحاجة التانية إن برضو أحب أقول إن هي فكرة البرنامج إيه؟ تمام. فكرة البرنامج ان الموظف ده في يوم من الايام هيبقى وكيل وزارة، اوكي، وهيبقى مدير بيدير بقى، ما بيديرش اللي هم المجموعة اللي تحته بس، لا ده هيدير عدة جهات وعدة موظفين وعدة مكاتب وعدة هيئات وكده. طيب هو دلوقتي اما يجي يقعد معاه مدير الاتش ار ويقول له احنا عايزين مثلا موظفين او عايزين نعمل تقييم، لو هو مش فاهم اتش ار ويعني ايه اتش ار، هيقعد يقول له اوكي ويهز دماغه كده وخلاص. اما يقعد معاه المدير المالي ويناقشه في ميزانيه، اوكي، وفي محتاجين فلوس او محتاجين كده، لو هو مش دارس اقتصاد ومش دارس مالية عامة ومش دارس فاينانشال مانجمنت ومش دارس الحاجات دي، مش هيعرف يتناقش معاه، هيهز دماغه والمدير اللي تحته هيملي عليه كده. صحيح. فهي دي الفكرة بتاعت البرنامج، انه في يوم من الايام حتى لو هو مهندس خلاص مش هيشتغل بالهندسة بتاعته، لو هو طبيب او دكتور مش هيشتغل بالطب بتاعه، هو هيشتغل كمدير. فإزاي أنا كمدير أقدر أدير عدة مستشفيات؟
ازاي انا كمهندس اقدر ادير، ازاي انا كمحمد اقدر ادير عدة مكاتب او كل المكاتب السياحية الخارجية. فهي دي فكرة الـ MBA او كده، ودي اللي حرصنا ان احنا ندي المنحة دي للجهاز طبعًا الإداري. هي طبعا هكمل حاجتين. هي جمعية دولية، جامعة دولية مهمة جدا، ولكن بس أنا هكمل مرة ثانية دون أن نأتي على ذكر اسم الجامعة. أنا أتمنى وكنا نأمل أن كل الجامعات سواء الحكومية أو الدولية اللي موجودة داخل مصر أن هي تحذو حذونا. أنت متخيل حضرتك لما كل إحنا مثلا خرجنا حوالي 550 موظف، وعندنا حفل تخرج ان شاء الله في شهر فبراير هنخرج 500 تانيين، يعني هنبقى مخرجين حوالي 1100 موظف حاصلين على ماجستير إدارة أعمال دولي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ومعترف به من أوروبا ومن دولة. طيب لو كل جامعة ادت منحة زينا للجهاز الإداري للدولة، انت متخيل حضرتك كمية الموظفين اللي هتحصل ساعتها على ماجستير إدارة أعمال، والفكر إزاي هيتغير في الجهاز الإداري لخدمة الموظف، لخدمة سوري المواطن. تمام، هو برضو كل ده احنا بنعمله علشان ينصب في الآخر على المواطن وياخد خدمة محترمة سريعة، مفيش بيروقراطية، مفيش ديكتاتورية كده، وبالتالي ينعكس على الدولة برمتها. وفي نفس الوقت نتمنى ان البرنامج بتاعنا ده يطبق في كل الدول العربية، ان في الجهاز الإداري للدولة لكل الدول العربية هيعمل نقلة غير. انا اذكر الدكتور احمد درويش كان مرة وهو كان وزير التنمية الإدارية، كنا في ميتنج وقالوا طيب لو الموظفين بعد ما اخدوا الماجستير ده والفكر عندهم اتغير تماما سابوا الحكومة، طب نعمل ايه عشان ما يسيبوش الحكومة عشان نرجعهم تاني؟ قال ما نقدرش ان احنا نعمل حاجة، بس قال لك كفاية ان انت بتطلع موظف حكومي حتى لو طلع الدول العربية يشتغل هناك بقى حاجة مشرفة لمصر، بقى حاجة مؤهلة على احدث حاجة نفتخر بيها. ففعلا اتمنى ان برضو البرنامج ده يطبق في كل الحكومات وفي الدول العربية. فكرة حلوة ونطرحها من هنا. ده هيخليني كمان أروح للدكتور محمد، حضرتك خريج لهذه المنحة أو بإذن الله أنت على مقربة من التخرج بإذن الله خلال شهر فبراير شهر فبراير القادم. المنحة مهمة جدا، كمان هناك جائزة التميز سواء كانت المصرية أو العربية، بالتأكيد ليها دور كمان في رفع كفاءة الجهاز الإداري. أكيد طبعا، كل ما هو جائزة أو كل ما هو تقدير بيدعم التميز، بيدعم الابتكار، روح الابتكار، والأهم من ده كله إنه بيدعم مستوى خدمة المواطن نفسه في الأول وفي الآخر. ده في الآخر كله هينصب في النهاية إلى تنمية مستدامة مجتمعية. ده في الآخر هيعمل إيه في الآخر؟ هيصب في رؤية الدولة 2030. فإحنا النهاردة من البداية بنبدأ بأن احنا نطور منظومة العمل الإداري من خلال تطوير العنصر الفاعل والإيجابي اللي هو العامل نفسه أو الموظف نفسه. ده هينصب في النهاية في نتيجة مباشرة لخدمة المواطن المصري. وأنا عايز أتوقف مع فكرة تطوير العامل نفسه أو الطالب نفسه، لأن حضرتك الأقدر بأن أنت تتحدث عن هذه الجزئية، ولكن اسمحوا لنا يعني هنقف مع فاصل معلوماتي، بعد هذا الفاصل سنعود لكي نستكمل هذا الحوار. We'll be right back.
من جديد بنرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وأعود مباشرة للدكتورة جيهان. دكتور جيهان، خلاص احنا اتفقنا ان في منحة وتقدم لها العديد من الطلبة وتجاوزوا المراحل المختلفة وانتهت هذه المنحة، هل هناك من متابعة للناجحين الى اين وصلوا او كيف استفادوا؟ طبعا احنا بنعمل عندنا في الجامعة الالومناي، بندخل كل الداتا بتاعة الطلبة عندنا اللي اتخرجوا وبنديها لكل الهيئات والوزارات. اوكي، وكان في مقابلة مع سيادة رئيس الوزراء وادى توجيهات بان يتم تمكين، لانه هو عارف يعني ايه ام بي اي وعارف يعني ايه الجامعة عندنا وقد ايه قوة الشهادة ديت وقد ايه بتعمل تغير جذري في الموظف الحكومي. فطالب بتمكين الموظفين، وعندنا الحمد لله ناس كتير اتمكنت، واولهم دكتور محمد ان هو مسك ده منصب جديد هو مسكه، اللي هو هنتكلم بقى مع دكتور محمد. انا هسيب لي دي، لكن عندنا مثلا هديك مثال، عندنا دكتور احمد السبكي هو ماسك دلوقتي، هو خريج الجامعه عندنا يعني الجامعه وماسك، قلنا الاسم كتير لا ما قلناهوش كتير ولا هو مره ماسك هيئه التامين الصحي في مصر كلها. عندنا دكتور محمد العقاد ماسك دلوقتي الرئيس والمشرف العام على المستشفيات كلها. عندنا دكتور محمد انور ماسك مساعد وزير الاسكان. عندنا دول كلهم خريجين المنحه وخريجين الجامعه البرنامج. طيب وده هيخليني اروح للدكتور محمد، حضرتك كخريج لهذه الجامعه او لهذه المنحه او نلت درجه الماجستير من هذه الجامعه، اثرت عليك انت ازاي في التدرج الوظيفي؟ يعني كان ايه الفرق بينك وبين اللي زي اقرانك في الوظيفه؟ والله يا فندم، انا مجرد ما التحقت بالجامعه بقى طبعا يعني اشعر نوعا ما ان انا طبعا اتحسنت كتير جدا، وكان ده لافت نظر القيادات عندي، وتم اختياري في فبراير اللي فات مدير عام للمكاتب الخارجيه في الهيئه. وده كان لي الجامعه والتدريب اللي تم في الجامعه، وتحديدا الجزء الخاص بالليدرشيب والمانجمنت كان فارق معايا كتير جدا في اداره المنظومه وازاي ان انا اشتغل فيها، الى جانب طبعا الجزء المالي والاقتصادي كان بيساعدني كتير جدا فيما يتعلق بموضوع ترشيد النفقات، ازاي ان انا اعظم العائد على عن ان انا اخفض التكلفه بس. معلش حضرتك خريج لهذه المنحه، هل هناك من فارق ما بين هذا الماجستير وبين الماجستير الموازي في الجامعات الاخرى؟ يعني ايه الفرق؟ والله حضرتك انا حصلت على الماجستير الخاص بالدراسات السياحيه، واساسا كنت دكتور قبل بالزبط. ما اتقدم علشان تاخد الماجستير بالزبط. ما كنت شايف ان الامر ده يعني انا دكتور اقدم عشان اخد ماجستير درجه اقل. هي قد تكون كدرجه اقل، ولكن التقنيات اللي اتعلمتها فيها اكبر بكتير، وزي ما قلت لسعادتك هي اب تو ديت، مش مختلفه تماما عن الجزء الاكاديمي اللي انا كنت متعود عليه او اللي درسته، وهو ده الفرق الكبير ما بين اللي بتقدمه الجامعه المنحه والجامعات الاخرى اللي بتقدم بس ماجستير مهني او سوري انا اسف ماجستير اكاديمي. ففي فرق كبير جدا ما بين المهني والاكاديمي، الى جانب الكوكبه اللي بيتم التدريس على ايديها، الى جانب المناهج نفسها، المناهج اللي بيتم تدريسها وهي كلها كتب دوليه، لا مختلفه تماما. هناك فرق كبير. الحوار معكم ممتع والاستفاده اتمنى انها تكون وصلت لكل مشاهد ولكل متابع، وان يكون في يعني الناس كمان تقدم في الدورات القادمه ان شاء الله. انا عندي بس حاجتين سريعا. أوكي. سريعا جدا، هدي مثال ان انا كان عندي احدى الطلبه كان ماسك نائب محافظ الجيزه، وكان عنده مشروع جاي، كان المشروع ده هتقوم بيه جهات من فرنسا، رفع سماعه التليفون علشان الوقت على زميله اللي كان معاه في المنحه، في قدر يخلص له الموضوع ودي استفاده كبيره، خلص له الموضوع بتليفون. اشكرك لو حضرتك تسمح لي عايز اقول حاجه كمان سريعا اخر حاجه بس في بعض في ماده كانت داخل الجامعه هي تتعلق بالبروجكت مانجمنت، وكان في بعض الافكار اللي تم طرحها بشكل ايجابي جدا، وهنقول ان في فكره او اتنين منهم تطبيقيا هتتم الاسبوعين اللي جايين دول، يمكن هيكون اول اتوبيس برمائي ينزل مصر
إن شاء الله من أفكار الجامعة. بس وكفى بهذه الفكرة. الدكتور محمد عطا أحد خريجي البرنامج الحكومي بوزارة السياحة ومدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أيضا الشكر موصول للدكتورة جيهان متولي مدير برامج إدارة الأعمال الحكومية بإحدى الجامعات الدولية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان. الأسبوع القادم قبل الآن بساعة من الزمان نعود ونفتح ملف جديد في واجه الصحافة. دمتم في رعاية الله.